اتفضل يا فاروق. بإذن الله كابتن إسلام، ودايما يعني نكون عند حسن ظن كل جمهورنا العظيم في كل مكان. طبعا يا كابتن إسلام، النهارده كانت أولى اللقاءات الودية لفريق النادي الأهلي أمام فريق الأخدود السعودي، يعني هي هزيمة بهدفين مقابل هدف، لكن تقدر تقول إن مستر كولر كان سعيد بين يعني في بعض الأمور يعني خلال المباراة. أولا عدم يعني خروج الفريق بعدم يعني تعرض أي لاعب للإصابة، أمور كتير جدا فنية، عناصر كتير جدا تقدر تعدد مكاسب. خليني بس يا كابتن اسلام يعني في البدايه، واكيد حضرتك تتذكر هذا الامر، ان احنا دايما من خلال قناه النادي الاهلي بننقل الصوره لكل جماهير النادي الاهلي، بنتكلم بكل مصداقيه. من اول يوم يا كابتن اسلام هنا في المعسكر، وتاني يوم كنت بتكلم مع حضرتك وقلت لحضرتك ان كريستو واحد من اللعيبه اللي بيظهر بشكل مميز صحيح. جدا، شايفينه في تدريبات النادي الاهلي هنا في المعسكر. مستر كولر كان اجتمع معاه بالفعل وقال له يعني لا تطيع، ما فيش اي تطرق ولا تسمع لاي كلام بيقال في وسائل التواصل الاجتماعي ان في نيه للاستغناء او الاعاره، الكلام ده غير صحيح بالمره. جلسه مستر كولر مع كريستو فرقت معاه كتير جدا، انا لامس الامر ده يا كابتن اسلام في التدريبات طبعا. في كل يعني الظروف وقت كريستو معانا. فبالتالي النهارده يعني احنا كلنا شفنا كريستو وشفنا الصوره اللي ظهر عليها. في نفس الاطار يا كابتن اسلام اتكلمنا على وسام ابو علي ومدى الانسجام ومدى الامور اللي يعني اعتقد النهارده طبعا هي مباراه وديه، لكن في زي ما تقول كده يا كابتن اسلام الجواب بيبان من عنوانه، في اللعيب بيبان من لمسته. وسام ابو علي تحركاته وانسجامه مع اللاعبين اعتقد تدي مؤشر لجماهير النادي الاهلي ان شاء الله ان هو يكون صفقه رابحه لفريق النادي الاهلي. خليني برضو يا كابتن اسلام على هذا السياق ان اقول لك ان مستر كولر كان سعيد جدا بمجموعه من اللاعبين الناشئين اللي ظهرت بشكل مميز جدا، يعني سواء مستر كولر كارلوس مطور ومكتشف المواهب اللي كان سعيد جدا بالاداء اللي ظهر عليه، اللاعب احمد عبدين كاصغر لاعب في معسكر فريق النادي الاهلي، لاعب مواليد 2006 اشاد بمستواه بهدوءه بشخصيته، اشاد طبعا باللاعب اسلام عبد الله، اشاد باللاعب يعني مجموعه اللاعبين احمد طعيمه سواء معتز محمد، مجموعه اللعيبه مش عايز انسى احد اللاعبين، ولكن اشاد بهذه العناصر وقال هيكونوا طبعا اضافه قويه جدا لفريق النادي الاهلي. طبعا مكاسب متعدده من هذه المباراه، وانت عارف طبعا يا كابتن اسلام المباراه الوديه انت دايما ما بتبصش للنتيجه لان بيبقى عندك امور ثانيه بيبقى فيها اعتبارات للمدير الفني من خلاله بيقف على لبعض العناصر المهمه. اعتقد يعني بغض النظر عن نتيجه اللقاء اعتقد مكاسب مهمه جدا لمستر كولر من هذه المباراه.